بور لي جوار الجزائريين للاسف انه اصيبوا قبل ايام على انطلاق الكاس، لكن كي نسيو نشوفوا دائما من الجانب الايجابي يعني المشكل هذا الراحه لا ماشي الراحه بعيد عن ذلك، على الاقل انه عندنا 10 ايام نبدا نحسبهم يعني نحسبنا من امس 10 ايام دي جوار ما راهم ما راهمش انكتيف راهم اكيد يدربوا تبدا لا كومبيتيسيون وربما ما يكونوش جاهزين، لكن عندك المباراه الاولى والثانيه اقل صعوبه عندنا في الدور الاول الثالثه مع الكوديفوار احنا منتخب رايح ندو الكاس باش نلعبوا مباراه واحده اكيد لو كانت مباراه واحده نقول لك خسرنا لاعبين يعني تقدر المباراه الاولى لو 11 دوزيام لو 16 يعني يكونوا جاهزين الثروازه مع كوديفوار اللي مهمه يكونوا اكيد تكون من اجل تحديد صاحب المركز الاول وما عندكش خيار ما عندك نيجيريا تونس عندك مصر ولكن انت ماشي اي منتخب انت اي منتخب ما تخيرش الناس تخاف تلعب معك الناس يعني المنتخبات يفيتي الجيري سي با الجيري اللي كيفا يفيتي المنتخبات لذلك عندنا ابراهيمي يقدر يلعب مكان بليلي ولي ديفونسور عندنا عده مدافعين اللي قادرين يلعبوا اساسيين لذلك مانيش نشوف فيها يعني مشكل كبير انا نشوفها مشكل انه دي جوار مرضوا ان شاء الله ربي يشافيهم من هذا الجانب لكن يكونوا يعاودوا يولوا على الاقل يكونوا جاهزين 100% قبل مباراه امام كوت ديفوار ونحتاجوهم في الادوار بتقدم.